نروح للمغرب وزميل العزيز محمود ماهر يقول لنا الأجواء والكواليس ما قبل هذه المواجهة التاريخية. محمود مشرف ومنور كالعادة. مساء النور يا كريم، أخبارك إيه؟ عليك وعلى كل المشاهدين. حبيبنا أخبارك إيه؟ كله تمام. كله تمام. طمني بقى على الوضع دلوقتي ما قبل ساعات قليلة من هذه المواجهة التاريخية بين الأهلي وريال مدريد. طبعا لسه خارج من مباراة فلامينجو والهلال السعودي، والهلال قدر ان هو الحمد لله يفجر مفاجأة ويتأهل المباراة النهائية. والله يا محمود قبل ما تكمل، هو لو فلامينجو هو اللي كسب الهلال كان بالنسبة لي هتبقى مفاجأة. تشكيلة الهلال دلوقتي تشكيلة قوية جدا، أقوى من تشكيلة فلامينجو حتى اللي كان بيلعب النهاردة، حتى القيمة التسويقية للاعيبي الهلال أكبر بكتير من لاعيبي فلامينجو، فالطبيعي كان إن الهلال يكسب مش تبقى مفاجأة في رأيي يعني. معاك 100%. اتفضل. فلامينجو تشكيلته يمكن فيها لاعبين أقل من كتير من الهلال، الهلال عنده لوتشيانو فييتو لعيب ممتاز جدا مبهر طريقة لعبه، لعيب الأرجنتيني طبعاً حصل على ركلتين جزاء في الشوط الأول. سالم الدوسري من أحسن اللعيبة الموجودة في آسيا في الوقت الحالي، صح. وهو أخذ نجم المباراة، قدم مباراة كبيرة جدا في الهجمات المرتدة، وفعلا يعني لو ان شاء الله لو قدر الاهلي ان هو يتاهل هتكون مباراه صعبه جدا جدا على الاهلي امام الهلال. هم يلعبوا بس مع بعض يبقى حلو قوي، الاهلي والهلال في نهائي كاس العالم دي لوحدها حلوه. طبعا طبعا هتكون حاجه كبيره جدا بالنسبه للمغرب كمان، لان هتبقى اول مره في التاريخ بتحصل على ارض المغرب انجاز تاريخي، وتشعر ان زي ما يكون انجاز المغرب نفسه في كاس العالم اللي فات الهم الهلال بيلهم الاهلي كمان، ويدفع الاهلي ان هو يتواجد في المباراه النهائيه. هيلعبوا بطموح كبير جدا امام ريال مدريد. انا عايز اقول لك حاجه يا محمود، انا عايز اقول لك حاجه عشان روح جيل 2001 مع مانويل جوزيه. انا عايز اقول لك حاجه على الجمله بتاعت ان هم استلهموا من الهلال. السعوديه او المنتخب السعودي في كاس العالم الهم كل المنتخبات العربيه بعد كده، يعني فوز المنتخب السعودي على الارجنتين ألهم تونس بعد كده على الفوز على فرنسا، وألهم المغرب للإنجاز العظيم ده، يعني كانت البداية عند المنتخب السعودي، فلعل وعسى البداية تكون عند الهلال، وإن شاء الله يكونوا ملهمين للنادي الأهلي في مواجهة ريال مدريد. شجع الـ 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 الهلال وشجع المغرب طبعا. اللي حصل المنتخب السعودي إن هو يفوز على الأرجنتين كان حاجة ليها معنى كبير. طبعا. النهارده طبعا الصحفيين السعوديين كانوا صغير في الفرحة والانبساط ويعني عملوا كل حاجه يعني النهارده، صحيح. لان كمان الفلامينجو اخذ مؤازره جماهيريه غير عاديه من اي فريق موجود في البطوله حاليا، ما تحضرلوش جماهير بالطريقه دي. يعني الاهلي اوكي بس من المغرب، لكن ان فريق يحضر له 11 او 12 الف متفرج جايين من البرازيل، جايين من جميع دول اوروبا، خاصه اسبانيا والبرازيل، لان في اسبانيا عفوا وايطاليا، لان متمركزين برازيليين كتير جدا في البلدين دول، قدروا ان هم يوصلوا بسهوله للمغرب بطنجه. فكان في تشجيع رهيب جدا، الجماهير كانت مستاءه من الحكم على وجه التحديد، لان الحكم بيعتبر ان هو ظلمهم في الطرد اللي حصل له جيرتون في اخر دقيقه. يعني دي كانت الكواليس بتاعت المباراه، واتكلمت مع المعيوف مع حارس مرمى الهلال، قلت له تفضل مين؟ ريال مدريد ولا الاهلي؟ فقال لي بكل تاكيد صحابي وحبايبي المصريين الله امام ريال مدريد هتكون مباراه تاريخيه كبيره، الله. لكن الاهلي انا اتمنى الاهلي، لانه طبعا مصر واشقاء وحبايبنا وكده. عظمه، معيوف حارس كبير وعظيم. بس هو ما حبش طبعا يتكلم على نتيجه السنه اللي فاتت بين الهلال والاهلي، لكن هو يتمنى ان هو يتاهلوا مش عشان الانتقام، بس عشان يكون في او عشان رد الاعتبار عفوا، علشان خاطر يكون موجودين طبعا فريقين في الوطن العربي. عظيم. طيب مباراة الأهلي وريال مدريد، كواليس بقى موضوع التذاكر نفذت، أنا سمعنا إحنا التذاكر نفذت المباراة، تفاصيل دخول الجماهير، هيبقى متوقع حضور كام مشجع بكرة؟ جماهير النادي الأهلي هتبقى أكثر أمتى جماهير النادي الأهلي؟ الريال وبتكلم على التعاطف، يعني تعاطف الجماهير المغربية، طبعا إحنا بنتكلم على ريال مدريد اللي العالم كله بيحبه وبيتعاطف معاه، الجماهير المغربية بكرة هتكون ميالة أكتر لمين؟ الملعب بيشيل 45,000 متفرج، وكان ده العدد اللي موجود في ماتش الهلال والوداد في مباراه عبد الله، فالتذاكر خلصت تماما، واعتقد ان حضور الجماهير هيعدي اكتر من كده كمان، من بسبب المغاربه اللي عايزين يحضروا الماتش.
صعب جدا تلاقي التذكره دلوقتي، وتذكره ثمنها حوالي 20 دولار يعني 200 درهم تقريبا، لكن في السوق السوداء هتكون اعلى من كده بكتير. اكيد في ناس هتحاول تبيعها بره الملعب في السوق السوداء. النادي الاهلي اتدرب على ملعب مولاي عبد الله النهارده، والفيفا قرر ان هو ينقل مباراه المركز الثالث من مولاي عبد الله لطنجة علشان الملعب ما يتأثرش، لان المباراتين ورا بعض النجيله ممكن تتأثر، ممكن يحصل يعني اصابات وكده بسبب ان الماتشين يعني هيكون كتير. فلذلك حول المباراه على طنجه، ومنح طنجه فرصه اخرى لتنظيم حدث او تنظيم مباراه هيكون عليها العين. يعني الاهلي ان شاء الله لو كسب المباراه هيبقى في الرباط، لكن لو لا قدر الله خسر المباراه سيعود مره اخرى لطنجه. بالظبط كده. بالظبط بالظبط يا كريم. طيب بالنسبه اخيرا للحضور الجماهيري، هي هو مشكله الملعب مولاي عبد الله ان هو بره المدينه شويه غير طنجه. الملعب كان يعني متناول الجميع ان هو يكون قريب منه، لكن الملعب في حته بعيده شويه والمباراه هتكون في وقت متاخر، فده هيسبب ان الجماهير شويه تتعذب في العوده من الملعب. بس انا متاكد ان الملعب بكره هيبقى مليان. بالنسبه للاجواء اخيرا الكريم، بالنسبه للاجواء الدنيا بدات تمطر تاني. اول لما الاهلي وصل كانت الدنيا بتمطر، رجع تاني للمطر. في ملعب طنجه النهارده كان بتمطر، وطنجه مش بعيده قوي على الرباط، فاعتقد ممكن الاجواء بكره تكون شويه بارده بالليل. ربنا يستر ما يكونش في مطر يعني، لان هيكون صعب طبعا الكوره في التمريرات وهكذا، والاهلي بدا يلعب على الارض في البطوله دي. فباذن الله الجو يكون كويس ومناسب بكره ان شاء الله للماتش. ان شاء الله. الزميل العزيز محمود ماهر من المغرب، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله كالعاده مميز دوما.